حياكم الله ايها الاخوه والاخوات وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء وفي خلقكم وما يبث من دابه ايات وفي خلقكم وما يبث من دابه ايات يعني في ايات في هذه الدواب العين من اعظم هبات الله ومن اعجب الاعضاء وادقها وعين الإنسان هذه التي بها عدد من المستقبلات الضوئية في الشبكية التي يبلغ مجموعها 131 مليون مستقبل ضوئي من أجل دقة ووضوح في الرؤية هذه العين ليست أقوى وأعجب عيون المخلوقات بل هناك أعاجيب في عيون المخلوقات الأخرى أيضا عيون الطيور عيون الاسماك والحيوانات والتي تختلف اوضاعها في اجسامها باختلاف اجناس المخلوقات والوظيفه التي ستقوم بها في البيئه التي تعيش فيها الانسان مثلا عينه في وضعها المعروف يبصر بها ما امامه مثاليه احتياجاته عيون المخلوقات الاخرى فيها عجب عجاب. هذا المخلوق الصغير الذي يعرف يعرف بقرد التارسير من عجائب خلق الله عيناه لا تتحركان. ولكنه صياد ماهر اعطاه الله عينان كبيرتان وليون في الرقبه بحيث يعوض عدم حركه عينيه بسهولة حركة رقبته سبحان الله مثل الرادار وكبر عينيه تعطيانه رؤية ليلية حادة جدا تجعل القدرة له على الصيد سهلا ليلا ويستطيع أن يحمي نفسه ويرى أخطار يعتقد العلماء بأن المخلوقات ضئيلة الحجم لها قدرة على رؤية الأشعة ما فوق البنفسجية سبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى عين الحرباء تشتهر مع يعني في قدرتها على تغيير الوانها لتستطيع التخفي من اعدائها لها عيون عجيبه لها عينان تتحركان بشكل منفرد وجفونها تغطي العين بشكل كامل تقريبا ما عدا فتحه تكفي لدخول الضوء الى الحدقه وتستطيع الرؤيه في كافه الاتجاهات وتوجيه كل عين في اتجاه يختلف عن العين الاخرى بدون ان تحرك راسها ولان حركتها بطيئه جدا فقد عوضها الله سبحانه وهو الخالق بعينين تعوض عن بطء حركه راسها وعيناها تعملان بالتنسيق معا من اجل الحصول على البعد الثالث اللازم لاصطياد الفريسه وكان اجهزه تراقب الضحايا وهذا ضروري جدا للحرباء حتى تستطيع ان ترمي لسانها بدقه على الفريسه ومعرفه البعد مهم لها في نجاح الاصطياد فعيناها تتمتعان بقدره على رؤيه الاشعه فوق البنفسجيه التي يمكن ان تضيء المكان حتى في الليل وتسمح بالرؤيه الليليه حتى للحشرات التي لا تطلق حراره من جسمها ليلا سبحان الله خلق كل شيء فقدره تقديره عيون الصقر اكثر عيون الطيور حده على الاطلاق يستطيع الصقر ان يلمح فريسته من بعد يزيد على اثنين ونصف كيلو متر وهبه الله مقلتين ضخمتين تعينان على ذلك سمك شبكيه عيني الصقر وهي الأنسجة التي تسقط عليها الصور المرئيات خلف العين ضعف سمك شبكية عين الإنسان على الأقل سبحان الوهاب شبكية شبكية عين الصقر تحتوي على ملايين من خلايا الإبصار متناهية الدقة والصغر تستطيع أن تقي الصقر وهج الضوء ولمعانه عند تحليقه لارتفاعات شاهقه في السماء وكذلك مبطنه بنقاط صغيره جدا زيتيه لونها اصفر عباره عن مرشحه مرشح مثل فلتر اله التصوير وفي فرق كبير بين ما صنعه رب العالمين وما صنعه الانسان صنع الله الذي اتقن كل شيء عيون اليعسوب ذبابه التنين عيناها من عجائب خلق الله تعالى لن نتكلم عن عيونها الكبيره التي تغطي غالبيه راسها غالبيه الراس عينان لكن سنتكلم عن اعينها الصغيره التي لا تظهر بشكل واضح تعتبر في حشره اليعسوب اقوى العيون البسيطه على الاطلاق بين الحشرات لها ثلاثة أعين، هذه العيون فيها ميزة عجيبة وهي أنها مرتبطة بمراكز تحريك الأجنحة وتملك هذه الحشرة القدرة الهائلة على المناورة وردة الفعل أثناء الطيران بشكل عجيب. أما العيون الموجودة في سمكة سبوك سبوك فيش سمكة مياه عميقة يبدو منظرها كالأشباح تملك هياكل عظميه للعيون هي الاغرب من بين المخلوقات لديها سته عيون ثلاثه على كل طرف عين واحده اساسيه واخرى اضعف منها وكلاهما فيها مشيمه والعين الثالثه ليس فيها مشيمه وانما فيها مرايا فعاله جدا في جمع الضوء وعكسه على شبكيه العين وهذا يجعل السمكه ترى ما في الاعلى والاسفل في ذات الوقت ومفيده في الظلمه حيث تجمع الضوء وتسلطه على الشبكيه لتضيء عيناها كالسنوريات وكل ذلك يمكن يمكنها من الرؤيه في اعماق البحر تتغذى على القشريات الصغيره والعوالق والتي رصدها صعب للغايه لعمق وجودها في البحار فسبحان من أعطاها القدرة تسبح ربها إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم